المبحث اللي بعده همزة الوصل وهمزة القطع. طبعا إخواني همزة الوصل هي همزة تجلبها العرب للتمكن من البدء في الساكن. في قواعد بلغة العرب إخواني يقولون العرب لا تبدأ بساكن. يعني مثلا بالإنجليزي في كلمات أولها إيه؟ ساكن. أعطونا مثال هيك. ايوه او بلك مثلا ستريتش مثلا او كذا، هذه شو اولها؟ العرب ما عندهم هذا الكلام. العرب اذا وجد في كلامهم كلمه اول حرف ساكن يجلبون لها همزه الوصل. طب احنا بقواعد ستاتي معنا، اما مفتوحه او مضمومه او مكسوره، قواعد ستاتي معنا. هذه شو اسمها؟ همزه الوصل. يجلبونها متى؟ للتمكن من البدء في الساكن. معناها متى تثبت؟ في بدء الكلام. طب وفي وسط الكلام بسموه درج الكلام، في درج الكلام متى تثبت؟ لا تثبت. واضح؟ يعني بنقول مثلا استعمل، أليس كذلك؟ لكن لو وضعنا قبلها واو شو بنقول؟ وس، ما بنقول واستعمل. واضح؟ هذه همزة الوصل. بينما همزة القطع تثبت في بدء الكلام وفي وسطه وفي آخره، واضح؟ مطلقا هذه همزة القطع. ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. فتثبت في نحو الذين، هذه إيش؟ وصل. اهدنا، كمان هذه وصل. اهدنا ضع قبل هواو، واهدنا الكتاب. وتسقط في نحو ميثاق الذين. شوف الذين لما بدأنا فيها شو قلنا؟ الذين. لما جاء قبلها كلام ميثاق الذين، شو صار بالهمزة؟ سقطت. كذلك الأمر اهدنا واهدنا، كذلك الأمر الكتاب والكتاب، فلا تثبت إلا في البدء. هذه همزة الوصل قلنا تجلبها العرب للتمكن من البدء بالساكن. ممكن تدخل على الأفعال، ممكن تدخل على الأسماء، ممكن تدخل على الحروف، لأن لغة العرب إما أسماء أو أفعال أو حروف، أليس كذلك؟ يا أخواني حركة همزة الوصل في الأفعال لها علاقة بالحرف الثالث من الفعل. الحرف الثالث إن كان الثالث مضموم مثل أسكن، أسكن، الكاف شو حركتها؟ ضمة، فمنضم الهمزة عند البدء. شو بنقول؟ أسكن، ما منقول أسكن ولا منقول إسكن، شو بنقول؟ أسكن. لها علاقة بحركة الحرف الثالث. طب إن كان الحرف الثالث ما هو مضموم، مكسور، منكسر مثل امشي. اذا كان مفتوح كمان منكسر مثل ايش؟ اقرا، اقرا. انتبهنا؟ ما منقول اقرا، شو منقول؟ اقرا. اذا حركه همزه الوصل في الافعال دائره بين ايش وايش؟ بين الضمه والكسره. متى تضم؟ ان كان الثالث من الفعل مضموم. متى تكسر؟ إن كان الثالث من الفعل يا مكسور يا مفتوح. قال إمامنا الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إن كان حرف ثالث من الفعل يضم. ثم قال واكسره، أي لهمز الوصل، حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. واكسره، الضمير لمن راجع؟ لهمزة الوصل، حال الكسر والفتح، أي في الحرف الثالث. واضح؟ بس هم نحب ننبه على شيء. الله يسلمكم، في عندنا بعض الأفعال ثالثها مكسور. يعني إذا بدك تأمر إنسان من البناء، بنى يبني، كيف تأمره؟ قل له ابني، ابني لي بيتا، يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابني،
أليس كذلك؟ فإن أردت أن تأمر جماعة، أيوة، تضطر أن تضم المكسور من أجل مجانسة واو الجماعة، لكن بيبقى الهمز مكسور. عرفتوا؟ هذا بسموه يعني ضم غير أصلي. تمهنا شلون؟ سببه مجانسة واو الجماعة. لذلك عندك بالكهف قال الذين لا قالوا ابنوا عليهم بنياننا، قالوا، لو وقفنا على قالوا وبدأنا بابنه بدأ اختباري، شو بنقول؟ لا حبيبي، ابنه، انتبه على الأصل، لأن هذه الضمة على النون ليست أصلية. قلت منذ قليل لو أمرنا المفرد ماذا نقول؟ ابني. فإذا جاءت واو الجماعة نضم النون مجانسة لمين؟ لكن يبقى الهمز الوصل على الأصل. فإن بدأنا نقول ماذا يا أخواني؟ ابنوا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، مع أنه الثالث شو ظاهره؟ ظاهره الضم. ايتي بفعل الأمر من مشى يمشي، امشي مو امشوا، أليس كذلك؟ فالمفرد نأمره بامشي. فإن جاءت واو الجماعة نضم الشين مجانسة لمين؟ لواو الجماعة، لكن تبقى الهمزة على الأصل. إذن متى يضم همزة الوصل في الأفعال؟ إن كان الثالث مضموما ضما أصليا. وضح؟ لما قلنا ضما أصليا مين خرج؟ الضم العارض. شو سببه؟ مجانسة واو الجماعة. وضح إخواني؟ هذا هو، هذا همزة الوصل في الأفعال، لها علاقة بمين؟ الحرف الثالث. بينما همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، الوصل في الأسماء دائما مكسورة، سواء كانت في كلمة مثل ابن، اثنان أو اثنتين، أو كانت في مصدر تكبار اسم لكنه مصدر، فشو بتكون؟ كمان مكسورة. إذن همزة الوصل في الأسماء إيه؟ مكسورة دائما. قال إمامنا الجزري وفي الأسماء غير اللام، حنشرح شو معناه غير اللام، كسرها، كسرها يعني حاصل. ابن، وفي ابن مع ابنة امرئ، واثنين وامرأة، واسم مع اثنتين. شيخ الإسلام زكريا الله يرحمه ويرضى عنه، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي هذه وفي الأخيرة شرحها قال أيتام، يعني على أنها وفي، كسرها وفي. لا أرى ذلك، أنا أرى أن في هذه إيه؟ حرف جر، لأنه شو إجا بعدها بالبيت اللي بعده؟ ابن. ما الذي جر ابن؟ لابد لها من جر، وفي ابن. همزة الوصل في الحروف لا تكون إلا في حرف واحد وهو لام التعريف. قلنا إن العرب تعرف الكلام بلام ساكنة، أليس كذلك؟ فهذه اللام الساكنة العرب لا تبدأ بساكن، يجلبون لها همزة، فنقول نحن الكتاب، المسجد، الرجل، إلى آخره. فهل هذه همزة وصل مفتوحة؟ إذن أعيد، بدكم تتفاعلوا معي شوي. همزة الوصل في الأفعال حركتها دائرة بين إيش وإيش؟ ضم والكسر. متى تكون مضمومة؟ إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا. متى تكون مكسورة؟ إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. انتهينا من الأفعال. همزة الوصل في الأسماء متى ما حركتها؟ الكسر مطلقا. طب همزة الوصل في الحروف في أي حرف تكون؟ لام التعريف فقط. ما حركتها؟ الفتح. لذلك قال الجزري وفي الأسماء غير اللام. ما معنى غير اللام؟ يعني غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف. وفي الأسماء غير الأسماء المبدوءة بلام التعريف، لأن الهمزة بلام التعريف إيه؟ مفتوحة. ما قلناه الآن سنراه سريعا على اللوحات مع بعض. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث مضموما ضما إيه؟ ضما إيش؟
لازما، فخرج مين؟ أيوة. نحو أركض، لاحظتم أن الكاف مضمومة فضمت الهمزة من أجلها. أدعو، العين مضمومة فضمت الهمزة من أجلها. طب لو وقفنا على أدعو، هاتوا لنشوف شو منقول؟ أدع. طب قد يقول قائل ذهبت الضمة، منقول له ولو ذهبت، ها؟ الاعتداد بيكون بالأصل، أليس كذلك؟ فالعين مضمومة. أجتثت، الحرف الثالث ماله؟ كمان مضموم. انظر، الحرف الثالث وهو الظاء مضموم، بخلاف نحو امشوا. أيوة، فإن ضم الثالث منه عارض، لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو. ومثله بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا، اقضوا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اقضوا، لو بدأنا بها بدء اختباري. ايتوا، كل هذه الأفعال نبدأ فيها مكسورة لأن الثالث مضموم ضم عارض. طيب،